لي وكلفوني أن أقف أمامكم لتقديم هذا فقرات هذه اللمة الطيبة كما قلت. وكما يقولون المناسبة شرط، والاعتراف بالفضل لأهل الفضل هي أم الفضل. فبالتالي هذه المناسبة للاعتراف لأناس قدموا وما زالوا يقدمون الكثير من الخدمات، ليس فقط للقطاع ولكن خدمات للمجتمع بصفة عامة. طبعا هناك إخوان أحيلوا التقاعد، طبعا هو تقاعد إداري وتسميهم أصحاب الخبرة، لأنهم جمعوا ما يكفي من الخبرة ديال 30-40 سنة، جمعوا من الخبرة ورصدوا من التراكم ديال التجارب اللي ديك الساعات كيوليو يعطيو زبدة ديال الناس اللي عاد كيتعلموا، كيربحوهم الوقت وتيربحوهم المجهود. فبالتالي حنا غنسميو المحتفى بهم اليوم غنسميوهم حكماء القطاع. إذا كنرحبوا باسمكم، وطبعا كل ما نرحب بهم نرحب بجميع الزملاء والزميلات. ما بغيتش نقول المتقاعدين السابقين، ولكن تنقول الحكماء اللي كانوا حكماء ديال القطاع وباقيين حكماء. الكلمات يعني ما غاديش تعطيهم حقهم، كيصعب اننا ندرجوا كل واحد بالاسم ديالو او كل واحد بالاسم ديالها. والاخوان اللي باقيين تيشتغلوا تنتمنى التوفيق للجميع وحياه سعيده للجميع. باسمكم كنرحبوا بالاخت سميه مطيري، الاخ ترسي اخر لحظه، هو الاخت نعيمه بن عيون كذلك اخر لحظه كتعتذر. الاخ ترسي عنده بنته اختي هذه وكتقرا في الصين، تنطلبوا لها التوفيق وتنطلبوا لها السلامه في الطريق ديالو. الاخت نعيمه هنا واحد السويعات ديال الوجدان، ديال نعطيو الفرصه للعاطفه تتكلم، نعطيو الفرصه للشعور الراقي هو اللي غادي يتحدث اليوم، نعطيو فرصه الفسحه من الزمن اللي يعني البوح الاعتباطي والتلقائي، اللي يعني نتكلموا بكل تلقائيه على الاخوان الاخت او الاختين والاخ اللي هما وحيلوا على مرحلة الخدمة. كذلك لن أنسى بأن فقرة أخرى من الفقرات ديال هذا الملتقى جميل وهذه اللمة الطيبة، وطبعا حتى هي ما يمكن ليناش نوفوها كلمات ديالها كما ينبغي. وكيف ما قلت المناسبة شرط، والاعتراف بالفضل لأهل الفضل وهي أم الفضائل. الصحة كي موافق غادرنا جسما ولم يغادرنا شعورا وقلبا. وبالتالي احنا دائما تنقول بان هي سنه الاداره ومكر الاداره، ويعني هذا معطى الله، ولكن العلاقات الانسانيه تسمو وتطفو 24 ساعه على 24. الا يعني التواصل راه متاح للجميع بعد السيد هذا. انا درت واحد بتي سونداج غادي توصل الوقت ديالو باش غادي نعطيكم النتيجه ديالو. اللي اساسي هو انه هذه كانت مناسبه كذلك اننا نحتفلوا بهامه من الهامات وبهرم من الاهرامات ديال قطاع الشباب. انسان اللي اعطى ومازال يعطي، وانا اقول هذه دائما الاحتراف الاداري الانساني او انسنه الادارات المحترفه، هذا بالنسبه لي هو عنوان ديال السي حكيم موافق. وطبعا مره اخرى مناسبه الشرق كنا كنشغلوه معنا، كنا كنشدوه معنا، كنطلبوا السماح من الاسره ديالو قبل منه، من الزوجه ديالو، من الاب ديالو، من السيدريس الاستاذ ديالنا كامل الاستاذ الاجيال. فبالتالي حتى لا نحرق فقرات هذا الحفل، بدايه غادي نطلب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صراحه
كما قال السي سعيد، لحظات بحال هذه، لحظات بحال هذه كتحقق فيها العقل بشكل كبير. وانا كنحاول نوجد واحد جوج ولا ثلاثه ديال رؤوس الاقلام باش ما تغلبنيش العاطفه في ذكر ما يجب ان يذكر. ولكن السي سعيد وانا كنخضع للتصرف ديالو، غادي نحاول نختصر جوابي على السؤال ديالو في حق الناس ديال الكلام الكنيسات في كلمه بسيطه، كلمه صادقه للقلب. كنقول لكم الحق بان تفتخروا بما انتم عليه. ربما هذه ثالث محطه ولا رابع محطه كمسؤول اقليمي كنوقف هذا الموقف هذا باش نتكلم على الاطر ديال المديرين اللي اشتغلت معهم. ولكن هذه المحطه ديال الخميسات لها طابع خاص جدا لعده اسباب، والاغلبيه راه كتعرفوها. من بين هذه الاسباب كاين خميسات انا كبرت فيها وقرعت فيها، وهناك مجموعه من الوجوه اللي سماهم سعيد الحكماء لانني تدربت عندهم اما في الرياضه ولا في دار الشباب ولا هذا، وبالتالي راه كنعتبرهم العائله التاليه وكنعتبرهم اهل. ودائما فيما كنشوفوا الحمد لله الصراط الرحيم، دليل ان غير الصباح بقيت مع سي عبد الله بحال انا دائما كنشوفوا الحمد لله الله يديمها نعمه دينا هذه. السبب الثاني هو مده ديال 8 سنوات ماشي سهله. انا بالنسبه لي كنعتبرها هي عمر، عشنا فيه مجموعه ديال الحوايج، عشنا فيه مخاط ديال الولاده، ديال اداره جديده ومتجدده، غادرونا فيه مجموعه ديال الاخوان اللي غادرونا، ارتحتوا بنا فيه معنا مجموعه ديال الاخوات والاخوان، عشنا فيه مجموعه ديال النجاحات، وكذلك كانت فيه مجموعه ديال الاحباطات. ولكن الجميل في الامر ان لا فرحتنا ولا فقرحنا، كنا دائما كنفرحوا جميع، او لا كنا كنحزنوا كنحزنوا جميع. وهذا فقط الجواب ديالو هو اننا كنا عائله، ونتمنى ان الاخوان ديال الخميسات يبقاو عائله. غادي نرجع ونقول علاش عندكم الحق او لا خاصكم تفتخروا ما انتم عليه اليوم. انتقالي كذلك عبر مختلف ديال المحطات من الاداره المركزيه ومجموعه ديال المديريات الاقليميه كما كتعرفوا افران شوال خميسات وحاليا مكناس، صراحه زعما بصدق اقولها ما لقيتش اله حرفيه بالشكل اللي كتشتغل عليه المديريه ديال الاقليم خميسات. فيكم الخبره، فيكم البعد الفكري، فيكم الغيرة على شنو اللي عندكم، الغيرة على القطاع. لكن هناك مجموعة ديال المميزات اللي أنا شخصيا ما لقيتهاش إلا في الميزات اللي دار. فأنا كنشكركم جزيل الشكر على هذا الشعور هذا، وكنشكركم جزيل الشكر على كاع الدعم والسند اللي قدمتوا لي في هذه المرحلة ديال 8 سنوات، ولو أنني ما كنختصرش تواجد في الميزات كما قلت في 8 سنوات، لأن أنا امتداد السي إدريس والحاجة لطيفة، وإن شاء الله حتى الخلف ديالنا راه معنا. اسمحوا لي كيغلبني شوية مش ننسى عشنا كعائلة، وربما اللي كانوا كيشتغلوا عن قرب معايا يعرفوا بأننا كنا محط، يعني مجموعة ديال شنو نسميها استفزازات، نسميها تضييق من طرف مجموعة من المؤسسات، مجموعة من الهيئات. ولكن الحمد لله استطعنا اننا نصمدوا، استطعنا اننا نبقاو واقفين، استطعنا اننا نستمروا. وهذا طبيعه الحال ماشي بفضل عبد الربيع حكيم موفق العبد الضريف، ولكن بفضل التواجد ديالكم وفضل الدعم ديالكم، واستطعنا اننا نفرضوا راسنا كاداره عموميه قويه مع جميع الشركاء بما فيهم الاداره اللي كنتم ليها. شكرا لكم كثيرا على هذا العمل. اخر نقطه اذا سمحتوا لي يا سي سعيد، انا بغيت غير ناكد على نبقاو كعائلة، نتمنوا أننا نبقاو جميع كعائلة، ونتمنوا أننا نتهلاو بالإخوان ديالنا. اسمحوا لي بين قوسين ما بغيتش نسميه مستضعف ولا هذا، ولكن كما كيعلموا كانت عندي غيرة كبيرة على الأطر المساعدة وعلى الأعوان. نتمنى يبقى لهم كامل الدعم وكامل السند إن شاء الله، ونبقاو دائما جديد. وشكرا على كاع اللي كتقدموه الاخوه القدام والاخوات والاخوه الجداد، احبكم احبكم في الله وشكرا لكم. شكرا يا صديقي. وكما قلنا هي الان او اليوم هي مساحه او فسحه للتعبير التلقائي. سي حكيم دير واحد كوبي كول الكلمه، انا جايك الكلمه اخرى عرفتي.
إذن نعود جو الكلمات طبيعة الحال. الإدارة دائما كاين منطقة استمرارية، بالتالي هناك زملاء يقومون بهذا العمل هذا لضمان استمرارية المرشد سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي. والآن في هذه المرحلة يقود هذا العملية هذه مدير إقليمي بالنيابة، كنتمنوا ليه. أنا بغيت نذكر الأخوات والإخوة اللي كانوا معنا في واحد الاجتماع، وبالضبط باقي كنتذكر الأخت لطيفة أزهرون كانت جنبي، وكنا كنتحدثوا في البداية ديال 8 سنوات ما كنوجدوش الإيفينمون ديسبور. قلت لها أستاذة لطيفة أنا اليوم كنفكر في النهار غنمشي للخميسات، هذا النهار اللي كندير قدام عينيا هو النهار اللي غنكون خارج، شنو غيقولوا الناس عليا؟ هذاك هو النجاح عندي، وبالتالي أنا من اليوم كنخدم على هذاك. دونك نتمنى ان شاء الله كما قلت في السابق خميسات يضرب بها المثل على مستوى التدبير الاداري، ويستحق لنا جميعا ان نفخر بهذا الانجاز. نتمنى اننا نبقاو على هذا الطريق، وما يمكن الا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ينفعكم خيرا. وشكرا من القلب الخالص كل واحد شكرا جزيلا. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.